وسهلا بيكم مره تانية وتفاصيل. رحبوا معانا بمولانا الشيخ ابراهيم الدسوقي. اهلا يا مولانا. يا اهلا وسهلا بيكم. شفت الحلقه؟ بخير طبعا. هم شغلينها لكم بره؟ اه طبعا. شفتها؟ جدا. شفت الست ساميه؟ ربنا يهديها ويصبرها ويصلح لها حالها ويوفق ولادها للي فيه الخير يا رب العالمين، ويرزقها طاعتهم ويرزقهم رضاها عليهم. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين. في علاقة ما بين راحة النفس وراحة البال وهدوء السر وبين رضا ربنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يكافئ نعمه ويوازي فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله جعل مع العسر يسرا، قال سبحانه: فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه علمنا أن اليسر بعد العسر، وأن الفرج بعد الكرب، وأن الصحة بعد المرض، كل ذلك أمور متعلقة برضا الله سبحانه وتعالى عن عبده. أما الكبد الذي يعيش فيه الإنسان فهي قاعدة لكل ما هو موجود فوق الأرض وتحت السماء، لأن الله قال في البلد: لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله سبحانه وتعالى قال في سورة البلد: لا أقسم بهذا البلد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. ليه دايما بيقولوا أخطر أنواع التعب التعب النفسي؟ أن نفسك توجعك، أنك تتأذي في اللي جواك، أنك تنخنق. ليه دايما بيقولوا أن ده أصعب الأمراض يعني؟ وربنا سبحانه وتعالى أشاد بالنفس السليمة القوية العافية. الحقيقة أن ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان وجعل ليه روح وجعل ليه نفس وجعل فيه هوى وجعل فيه شيطان. النفس والهوى والشيطان ثلاث أعداء للروح. إذا ما زكى الإنسان روحه وأطعم الإنسان روحه وقوى الإنسان روحه بالعبادة وبمحبة الله سبحانه وتعالى ومحبة الخلق ومحبة الصدقة ومحبة الخير للغير، ربنا سبحانه وتعالى جعل كل ده إطعام للروح. إذا الروح دي زكت وكلت وشربت الحاجات بتاعتها دي قويت، فغلبت النفس والهوى والشيطان. الله. الإنسان إما روح وإما مادة، فإذا طغت المادة على الروح كان الإنسان بهيميا، وإذا طغت الروح على النفس عاش الإنسان ملائكيا. فلما الروح بقت تحب ربنا وتحب النبي وتحب الخير للغير وتحب الغير وتحب الجار وتعمل الخير أيا ما كان نوعه وأيا ما كان مصدره، فلما أسمع حد بيتكلم عن الخير أجري وراه أوتوماتيك كده، أخبط بالعجل، اتصل بالتليفون بالعجل وأقول له اعملوا لي كذا. هي دي الإنسان هنا بيتعامل بروحه. أما لو تعامل الإنسان بنفس وهوى وشطان، لأن أقسى حاجة على النفس البشرية أن يتبع الإنسان هواه. زي قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي. وذم الله قوما آخرين فقال أحدهم يقول: واتبع إلهه هواه وأضله الله على علم. لكن لما الإنسان يعيش بالروح، الروح بتسمو حتى يكون الإنسان ملائكيا، يعيش في الأرض زي النسمة. زي النسمة لو فات الإنسان من الشارع يقولوا الله خلاص ميعاد العصر جه، وهو ماشي رايح الجامع، وهو جاي يقولوا له ادعي لنا يا فلان ادعي لنا يا فلان، وهو ماشي يقولوا الله شفت ريحته حلوة ازاي، حاطط مسك كده وبمبرفن وراجل كده جميل وبيفوت زي الهوى وبيضحك وبوزع ابتسامات على ده وده. شمس الدين قال لتلميذه ابن الرومي: القوة في الاستغناء. فممكن يكون ان احنا دايما نحاول نستغنى عن شهواتنا، عن
عن حاجات بنحبها، عن أهوائنا، حاجات نفسنا فيها، نرتقي بعدين بنصبح أقوى. هو اللي اشتغل بروحه ما شغلش نفسه بده كله، ما شغلش نفسه أبدا، هو شغل نفسه بالله لأنه استغنى بالله. إن أراد قوة فهو مع الله، الله يقوي. إن أراد ستر فهو مع الله، الله يستره. إن أي حاجة هيعوزها، لأن ربنا قال كده: الله ولي الذين آمنوا. عاوزين مني إيه وأنا أعمله لكم؟ ربنا سبحانه وتعالى عمل كده. عمر جمال تفسير حضرتك ده، إيه جمال ده؟ عايزين مني إيه وأنا أعمله لكم؟ خالص على طول. ده هو حتى قال سبحانه وتعالى جل شأنه: حتى يكون الإنسان عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون. تعالوا نطلع نشوف تقريرنا الأول ونرجع لكم، وده إيه أروع ما تكون، أبقوا معنا. أنا مريضة كانسر، وزي ما أنتوا حضرتكم شايفين أهو، شايفين الوضع أهو، السقف، وأنا ظروفي ما تسمحش بأي حاجة إن أنا أعمل خالص. يعني أنت عايزين جنبية مش هيعرف يطلع يجيب يشغل ولا يعمل جمعيات ولا يعمل حاجة عشان يعمل زي كده. يعني انت عايزة توضب السقف دي بسقف القطن دول؟ عايزة توضبيه؟ انت بتيجي علينا، انت ما تعلمش ان ساعة الشتاء بتيجي انا بعيط بالدموع وبقى حتى الطشوطة والحاجات كده، والدنيا دي بتغرق وبتعب تعب. يعني انا السنة اللي فاتت تعبت وكنت الواحد كل يوم اقول يا رب يا رب يا رب عن نفسي اعمل القطن دول، والراجل يقول لي هو نصيبنا كده، احنا كده مكتوب لنا كده، ده مكتوب لنا، ده نصيبنا. اوعدك ونوعد كل الناس اللي هي بتشوفنا ان الحالات دي من هتبقى من اول الحالات اللي مؤسسة فاعل خير هتهتم بيها، عشان الظروف بتاع حضرتك وعشان السقف اللي احنا شايفينه انه فعلا قايل السقوط، لان تعبك هو تعبنا والمك هو المنا وحزنك هو حزننا، شعار مؤسسة فعل خير. فاستبقوا الخيرات، الخير هو شعارنا في الحياة، ومؤسسة فعل خير هتوصل الخير لكل الناس. يا رب يا رب يا رب عن نفسي اعمل قطن دول، والراجل يقول لي هو نصيبنا كده، احنا كده مكتوب لنا كده. عايزه منكم تساعدوني بس اعرش البيت ده، او لو حتى اوضه واحده بس والميه، عشان ظروفي تعبانه وربنا اللي يعلم بيا بس. وربنا يا رب يجازيكم خير يا رب في اللي انت تعمله، ومعايا عيال وجوزي شغال ارزاق، محتاجه تعرشولي لو حتى اوضه ودخل المي، بس انا مش طالبه حاجه كتيره. يعني النهارده احنا مش محتاجين حاجه، الست بتقول انا مش محتاجه حاجه غير محتاجه شويه ميه، محتاجه اوضه واحده ان هي تعرشها تقعد فيها هي واولادها، وتقعد فيها هي وزوجها اللي شغال على دراعه يوم يشتغل وعشرة لا، فيا دوبك مكفيهم اكل ومكفيهم شرب ومكفيهم علاج. النهارده تكون سند لهؤلاء الناس، والنهارده تكون قبر لهم، عشان لما تكبرهم النهارده ربنا هيكبرك بكره. محتاجه تعرفوني لحد دخلوا المي، بس انا مش طالبه حاجه كتيره. يعني ستي دي محتاجه ايه ونقدر نساعدها ازاي؟ الحالتين اللي موجودين حضرتك في التقرير ضمن بلد كامله محتاجين فيها 250 سقف، 250 سقف هو الجزء ده من القريه، جزء متصالح عليه اولا، هو مش مخالف خالص، لكن هم قدروا يعملوا كده بس، ما قدروش يعملوا سقف وما قدروش يعملوا حاجه. فهي الست بتقول ما انتوش عارفين، انتم حاسين بيا لما مطره بتنزل احنا بتبقى عيشتنا شكلها ايه. الست الثانيه مريحه نفسها، لا حاطه سقف ولا حاطه خشب ولا حاطه حاجه، ما لهاش حاجه خالص. يبقى عاوزين محتاجين سقفين للست دي، ومحتاجين كماله ال 250 سقف. السهم في السقف بيكلفنا 5000 جنيه، بنعمل حاجه تستر الناس بجد، يعني بنعمل لوح وعرق، وبعدين عرق خشب يعني، وبنعمل صبه ترصانه فوقها فوق المشمع، بحيث ان احنا نعمله بميول، وان شاء الله الناس يعيشوا كويس جدا، والمطر ما يقعدش على السقف وما ينزلش. سعر السهم ده كام؟ وحد عايز يعمل لكل فرد في الاسره حاجه، يعني سهم، السهم في السقف ب 5000 جنيه، السهم في السقف ب 5000 جنيه. لو حد عاوز يعمل بيت بالكامل تقريبا من 4 5 اسهم، ما بيزيدش عن كده، يعني
25 ألف جنيه يعملوا سقف بيت كامل. لو قلنا عاوزين بيت باب للبره وباب للحمام وباب لأوضة النوم بس، احنا مش عاوزين اكتر من كده، وهنخلي الباب مفتوح على بعضه لان هو اصلا يعني عايشين فيها كده وبس. فان شاء الله ممكن يخد من 30 لحد 35 ألف جنيه ثلاث ابواب، الباب الرئيسي وبابين تاني شقة، ثم نعمل لها السقف كامل بإذن الله، وخاصة الست اللي هي المريضة أو أم الأطفال اليتامى. طيب هكلم حضرتك عن أسرة معتادة إن هي تمر بالأزمات. الحق ابنك خبط فلان بالعربية، فلان طلع الاسم خلصوا يقوم يشكي السماء العليم، المشكلة تخلص. الحق الناس من الشغل، اتفضل يا فلان انت اسمك، شوف اسمك ما نزلعش مع الناس مشيت، اللهم لك الحمد ربنا لطف بينا. حق زوجتك تعبانه جدا وربنا قدر ولطف بيها، تيجي تدور عن كواليس الناس دي تحس ان ربنا ايده في حياتهم قوي، ساندهم يعني ما رضلهمش الوجع، ما رضلهمش الالم، ما رضلهمش ان هم يقعوا. يعني لو ابن راح خبط حد بعربيه وبتاع ما تنزلش، او دي قضيه هنجيب بقى محامي ونجري في المحاكم وبتاع، ولو مات مصيبه، ولكن ربنا ساندهم. كلمه قدر ولطف في حياتهم كتير قوي، الناس دي اكيد عامله. هنا لازم نلجأ إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، الدعاء مخ العبادة. وربنا سبحانه وتعالى لما قضى كل شيء قبل أن يخلق الكون، فجعل رفع القدر مرتبط بالإخلاص في الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يرتفع الدعاء وينزل البلاء، فيعتلجان عند باب السماء الأولى إلى يوم القيامة، فينزل منه القليل ثم يرفع الله ما تبقى منه من أجل الدعاء. معنى إيه اللي أنا بقوله بدون كعب البسيط اللي احنا متعودين عليه؟ حضرتك بتدعي وبتقولي يا رب الطف، أيوة. هنا القدر فيه مشكلة لازم تنزل عليا، فبدم ربنا قدر لازم القدر ينفذ. فالقدر بينزل من اللوح المحفوظ عند باب السماء الأولى، حضرتي وحضرتك وحضرته دعا يا رب الطف، الدعاء ده بيطلع والقدر نازل، يقعدوا يتخانقوا عند باب السماء. انت رايح فين؟ رايح لابراهيم. وانت منين؟ طالع من ابراهيم. يقعدوا يتخانقوا، انا هنزل لا انا هطلع، انا هنزل لا انا هطلع، لحد يوم القيامه. هنا بقى بتنزل حاجه بسيطه عشان ينفذ الله قدره، تنزل حاجه بسيطه. عشان كده عندنا في الريف دايما يقولوا بتبقى كبيره قوي ويضعف سيدنا، صح. تبقى كبيرة قوي وربنا بيضعفها، صح. عشان كده احنا دايما نقول للناس لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآت العيش قبل الأوان، واغنم من الحاضر طاعاته فليس في طبع الليالي الأمان. احنا نروح انا وانت نفضل قاعدين عند سيدنا الحسين. انا شكامي. انت عندك هموم يا شيخ ابراهيم؟ كل الناس عندها هموم، كل الناس عندها هموم، بس في واحد راضي وواحد سخط. لو رضيت ربنا هيرفع، لو سخطت هتكفر وهينزل السخط بيه. زي ما ربنا قال، إن صبرتم أجرتم وأمر الله نافذ، وإن جزعتم كفرتم وأمر الله نافذ. لأن الهم يستصغر في عيون الأولياء. عندي بنتي كذا، عندي ابني كذا، ساعات بيحصل للواحد كرب جديد، وبعدين تقول استنى، هو انت هتروح زيهم ولا ايه؟ امسك سبحتك بالعجل وقول يا ستار، امسك سبحتك بالعجل وقول يا وهاب، امسك سبحتك بحد بالعجل وبقول يا جبار. خلافا لكل الناس ما هي فاهمه، اسم الله الجبار ارجى اسم للناس.
اسم الله الجبار ارجى اسم، يعني انت لما تتزنق قوي قول يا جبار، هو جابر الخواطر، يا جبار اجبر خاطري، يا جبار اجبر كسري، يا جبار اكشف كربي، هكذا يجب ان يكون. وعند الكفرة وعند المشركين وعند الناس اللي هم التانيين الله سبحانه وتعالى يجبر خاطرنا ويقصد ظهورها. تعالوا نطلع نشوف صداقتنا الجايه فين ونرجع معك ودي اروع ما تكون، ابقوا معنا. فيه هو بيت العزيز الذي لا يغلب ولا يزل. والله ايها الاحباب، من غير اللائق ان يكون هذا هو حال بيت الله. بيت الله هذا في هذا التجمع الكبير المأهول بالسكان، الناس عملوا اللي يقدروا عليه، عملوا الأعمدة وعملوا السقف، ولكن المسجد يحتاج إلى كل شيء. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحابه؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وسأل عليهم خيرا ترميهم بحجارة من رغم السنين بنيناه بالجهود الذاتية، يعني محتاج تشييد شبابيك انجارة، محتاج أرضية بلاط، محتاج نعمل من أهل الخير أن يكملوا لنا هذا البناء في هذا المكان المأهول بالسكان، أيضا بئر المياه ودورة المياه الكاملة. مكان بلا مياه هو مكان بلا حياة. حضرتك لو عملت بئر للمسجد زي ما شايف حضرتك والمسجد بس المسجد بيصلي على الحصى مع سيدنا الشيخ والأولاد بيقرأوا القرآن، لو فرحتهم وقعدتهم على مكان نظيف فيه سيراميك وفيه سجاد، وإيه رأي حضرتك لو غفقت لهم المسجد؟ وإيه رأي حضرتك في الأحسن وحضرتك في الأحسن والأحسن إنك أنت توصل لهم بير مية يشرب منه أهل التجمع، يشرب منه الكبير والصغير والأطفال. مسجد الله سبحانه وتعالى، مسجد تعالى كده، الناس بتصلي إزاي على الحجارة؟ الناس بتصلي إزاي على الحجارة دي؟ لهم الله، لهم الله. هذا المكان مفتوح فيه القبلة يتجه إليها الإمام، هذا المكان مفترض أن يكون فيه المنبر الذي يرتقي الإمام ويقول للناس يا أيها الناس اتقوا الله. هذا المسجد يا إما هذا المسجد ينادي يده إلى الإمام ويقول أنا من يتكفل بهذا المسجد. حقيقي من ربنا عليك بسبب الصدقة، بسبب انك انت ما تنساش بيت ربنا في ايد المؤسسة. ألم ترى كيف بأصحابه؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وسأل عليهم خيرا ترميهم من طلبات. حضرتك ايه في الجامع ده؟ المسجد ده مسجد حضرتك، 7 مساجد في مطروح محتاجين مال، محتاجين غفاء بره وجوه، محتاجين نجارة، محتاجين سيراميك، محتاجين كهرباء، محتاجين منبر للمسجد، محتاجين فرش، محتاجين بير، محتاجين دورة مية كاملة، لان هو من غير دورة مية. بنعرض المسجد ده مرة تانية عشان الناس ياخدوا بالهم، لانه المال بتاعهم مال الله. والايام دي عندنا في الريف عموما، يعني عندنا فواكه بتتجمع، عندنا عنب بيتجمع، عندنا مانجا بتجمع. زكاة المال في الايام دي واتوا حقه يوم حصاده، قبل ما تقبض محصول العنب لازم تزكي عنه، قبل ما تقبض محصول المال لازم تزكي عنها. قرش يجي عندك ربنا ليه 20% من كل 1000، يعني 2.5% 1000 جنيه 25 جنيه مش ولا 200
حاجة كده أسهل من كده مفيش. طيب حد بيشوفني أنا وحضرتك يقولك أنا ما جاش في بالي أعمل مسجد، أو ما جاش في بالي أعمل سهم في مسجد، أنا عارف قيمته بس ما جاتش في دماغي الفكرة. خسران وخسران كتير، وخسران بس في فرق في درجات في الخسارة. الحقيقة مفيش يعني أقسى على النفس من إن صاحبها يأذيها. أنا النفس دي تحتي والمال ده بتاعي، أنا لما أعذب نفسي بمالي دي أرقى أنواع الغباء السياسي. يعني أنا أعذب نفسي بفلوس، أروح أتعب وأروح أعمل وأخلي وأجيب فلوس وأعذب نفسي بيها، طب أعذب نفسي فيها أعذب نفسي إزاي؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وينادي الله عليهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. مش ده المال اللي انت بتجري عليه؟ مش ده المال اللي انت مخبيه؟ مش ده المال اللي انت كنزه؟ مش ده المال اللي انت عاوز تخليه لعيالك؟ هيتمتعوا بيه، والله هيتمتعوا بيه، ويقولهم الله لا يسامحه ده سايب 5 مليون بس، وكان المفروض يسيب 10 مليون عشان كل واحد ياخد 2 مليون. يعني انت كده لا عاجب ولا كده عاجب. فاعمل لنفسك قبل موتك ذكرها، ان الذكرى للانسان عمر ثاني. اوعى تنسى نفسك ولا تشقي نفسك بمالك اللي انت تعبت فيه. وانا بقول مالك تجاوزا، الا ان الله سبحانه وتعالى نادى على بني البشر، كل بني البشر، وانفقوا من مال الله الذي آتاكم. من مال الله. ربنا هو اللي ادالك، ربنا هو اللي ادالك وقال لك انا عاوز منك 2.5. لو داخل شقة واحد تقول له 50-50 50-50، ربنا بيقول لك خد كله بس انا عاوز منك 2.5%. هو اللي مديك، وهو اللي مديك ربنا سبحانه وتعالى، كمان هو اللي مديك من غير حول ومن غير قوة ومن غير. يعني قارون لما كان ده قارون قال ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، مفاتيح الخزاين من تقلها قالها جد ترفع 70 عيرا. يبقى الكنوز قد إيه والخزاين قد إيه؟ لما غلط وقال اوتيته على علم عندي كده، يعني انت شغلت دماغك في اللي مالكش فيه، فخسفنا به وبداره الارض. فالاغنياء لهم قارون ياخدوا منه عظة، واصحاب المناصب لهم فرعون ياخدوا منه عظة. فغرق في المال الذي ادعى انه ملكه، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فغرق فرعون فيه. ولكن أمامنا فرصة أننا الآن أحياء، في فرصة أن احنا لسه لحد دلوقتي أحياء. سمعت إبراهيم الدسوقي، اجري اجري، شوف التليفونات اللي محطوطة على الشاشة قدامك وتصدق قبل فوات الأول. انساش نفسك، صدق الجارية، والله وطلاق الله ممكن ينسوك وما يعملكش حاجة أبدا. الفيديو الجاي ونرجع عليكم، ابقوا. الله أكبر على الناس اللي كل الشارع ده ما فيهوش مية، وكلها ناس غلابة على قد حالها. يكتفوكم شر الذل وما تتحوجوش، اوعى تتحوجوا، لا مش عايزاكم تتحوجوا لأي حاجة وخليكم ملاككم. جدتي تاني شهادة لأبوك. يكتفوكم شر الذل وما تتحوجوش، اوعى تتحوجوا، لا مش عايزاكم تتحوجوا لأي حاجة وخليكم ملاككم. مش لاقي اكشف، مش لاقي أي حاجة، والحمد لله على الدين اللي ربنا. جزء ده ضرير ما بيندرش، ضرير مش بيندر يا باشا. واني زي ما انت شايفني بتعالي الكلى بتتعبني، واجيني نقصه هنا في صدري، والضغط بقى
وما اقدرش اخد نفس. ما اعبد عند الله من جبر خاطر. قال العلماء اقرب طريق يوصلك الى الله جبر الخاطر. قال العلماء من عاش جابرا للخواطر انجاه الله ولو في جوف المخاطر. محتاجين مية عشان المية بعيد عننا، وعايزين وعايزه سقف، بينزل عليا حشرات من السقف، تعابين وعقارب، محتاجين مية، المية بعيد عننا، بنتعب على بينزل علينا تعابين من فوق، الجو صيف طبعا، والعقارب والحاجات اللي هي الحشرات، احنا عايشين في جبل والمية بعيد عننا، عبالنا بنملى نقله، نروح نجيب توك توك ونملى نقله بياخد عليها 50 جنيه. محتاجين حد يعمل لنا ابار ميه عشان يطلع لنا ميه نملى ونشرب منها. مد ايدك بالصدقه عشان ربنا يسترك، مد ايدك بالصدقه عشان ربنا يكشف كربك، مد ايدك بالصدقه عشان ربنا يشفي مرضك. مش النبي عليه الصلاه والسلام قال داووا مرضاكم بالصدقه وحصنوا اموالكم بالزكاه؟ اللهم امنا يوم الفزع الاكبر يا رب العالمين، واجعل لنا نصيبا من دعاء المساكين، اللهم امين. ست محتاجينك، وسعر البير كام وكم وصل محتاجينها النهاردة؟ هي محتاجين في المنطقة دي 40 بير، لان البلد كلها برضو ما فيهاش مية. ويعني لما نبقى في 2024 المفروض الواحد يقول انا معيش عربية مرسيدس احسن موديل، ده انا لسه بركب مش عارف اسمها ايه دي. هم بقى بيقولوا احنا مش لاقيين مية نشربوها، مش لاقيين ميه نشربوها. واحد لما بيجي يقول لي، بيتصل بيا وبيقول لي يا ابراهيم انا عاوز اعمل بير، بس وحياه حضره النبي عندك يا شيخ اعمله في عند ناس يكونوا محتاجين للميه قوي. قلت له احطه عند افقر ناس؟ قال لي اه. وقلت له يا راجل هو في افقر من حد ما عندوش ميه؟ لا، ده ما عندوش ميه، ما عندوش ميه يشرب، يأمن نفسه، ما عندوش ميه يشرب، ما عندوش ميه يغتسل، ما عندوش ميه يتوضى، ما عندوش ميه يطبخ بيها للولاد. افقر من كده فين؟ افقر من كده فين؟ فيعني يعني نعمل لهم ايه؟ اقول له حطه فين انا؟ فانا بحطه في الشارع. لا عشان احنا علينا شويه افكار، مش عايز اقول لك. يعني انا بحط البير في الشارع وبعمل فيه 4 حنفيات او 5 حنفيات بالكثافه اللي هي موجوده في المنطقه، وبعمل الخزان بتاعي 1000 لتر، وبعمل البير بتاعي على الماسوره الاربعة اللي نازل 40 و50 متر بالغاطس، وبيطلع وبيعمل في حاجة اخر نظافة عشان الناس ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم ويشربوا مية نظيفة. ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويكرمكم، ربنا سبحانه وتعالى يجبر خاطركم، ربنا سبحانه وتعالى يجبركم في اولادكم، ربنا سبحانه وتعالى. بس انت كده حط ايدك عند الفقراء وربنا هيكرمك ازاي. واسمح كلام ربنا سبحانه وتعالى لما قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. لو سترت واحد، طب سترت واحد انا مش هديله جلابيه، مش هديله عبايه، مش هديله بدله؟ لا، ما انت سترته. لما وديت له الميه سترته، لما ودت لها وصلت ميه سترتها، هتفتح الحنفيه وهي موجوده في بيتها، محدش شافها لا ريحه ولا جايه، ولا سابت عيالها ببهدله في مده ساعتين على ما تجيب جيركن ميه، جيركن واحد بس. فلما تعمل لها وصلت ميه تبقى سترتها وجبرت خاطرها ودخلت عليها السطور ودخلت عليها السرور ودخلت عليها الستر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى انت كده بتتاجر مع الله، والتجارة مع الله رابحة بنسبة 1000%. والمال والصدقة هو البنك الوحيد الذي يظل يصرف لصاحبه حتى بعد الوفاة. الصدقة هي البنك الوحيد الذي
تستطيع ان تصرف منه بالفيزا بتاعتك حتى الوفاة. جارية عندي يوم القيامة. يوم القيامة شوف جزاء شر الناس. حد بيجي في بالي سؤال، هو الميت صدق عامل ايه التراب؟ وفي حال اللي جاره صدق يعني ربنا يعني راضي عنه كم صدق الفرق؟ ده ناسي نفسه وده افتكر نفسه وافتكر ربنا. هنرجع لآية واحدة ربنا سبحانه وتعالى قالها، فأصدق وأكن من الصالحين. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. طلبات حضرتك النهاردة؟ احنا محتاجين 50 بير في مطروح، محتاجين 20 مسجد آبار في مطروح، محتاجين 7 مساجد استكمال في مطروح بإذن الله رب العالمين. أول الشهر الجاي عندنا 3 مساجد إنشاء واخداهم مؤسسة فعل الخير برضو في مطروح. السهم في المسجد ب5000 جنيه، السهم في البير ب5000 جنيه، البير كامل ب30000 جنيه، عندنا وصلة المية ب3000 جنيه، السهم في السقف ب5000 جنيه. نورتني وشرفتني مولانا الشيخ ابراهيم الدسوقي. يا اهلا وسهلا بحضرتك، ودايما ان شاء الله في الخير مع بعض. بكده اكون وصلت لنهايه حلقتي النهارده. ما اعرفش الحلقه الجايه اروح فين ولا هقابل مين، بس الاكيد هروح لناس شبهنا بيدوروا في واقع وبيدور حواليهم. استنوني كل يوم حد واثنين واربعه على صدى البلد 2. كانت معكم نهال طايل في امان الله.